رد على السؤال اللي انت قلت. اوكي. بالنسبة للمستحضرات اللي بتتباع على انها ممكن تحرق الدهون، مفيش حاجة اسمها كده. مفيش حاجة بتخش البق تنقص وزن. ايوه حضرتك قلنا كتير. بالظبط. الوزن بيزيد نتيجة حاجتين، كتر اكل وقلة نشاط. لازم اصلح الغلطتين بتوعي، يبقى لازم اظبط اكل واتحرك. مفيش حاجة في الاكل هحطها واعملها واخدها تحرق. الكلام ده مش مظبوط. لازم انا اظبط اكلي تبع سني، تبع طولي، تبع نمط حياتي اليومي، تبع حالتي الفسيولوجيه، تبع التاريخ الصحي، تبع التاريخ المرضي لوالدي، الامراض الموروثه. يتفصل النظام الغذائي على ضوء الست اعتبارات دول، ثم اتحرك كويس، انظم نشاطي تبع سني وتبع حالتي، الركب، القلب، مش عارف ايه. يعني اقدر امشي 30 دقيقه ولا 60 ولا 100 ولا 90 ولا 120 على حسب انا مين. وبيكون المشي دوت اخر اليوم بعد ما اخلص وجباتي بدري، بحيث الجلوكوز والكوليسترول اللي انا لميتهم في الاكل طول النهار احرقهم قبل ما انام بالليل. النقطه اللي بعد كده اشرب ميه على قد ما اوتيت من قدره. من ساعه ما اصحى الصبح وليكن لحد بعد لحد العشاء. لان كل ما بشرب ميه كل ما بقى انا بطلع سعرات من جسمي اسخن بيها الميه اللي وليكن درجه حرارتها 20 عشان اوصلها لل 37. انا كده بستهلك سعرات من جسمي. وهكذا، زائد ان انا بعمل غسيل للدم وتنقيه للدم. وهكذا. هو ده الكلام المحترم. اللي من الاخر تمام، اللي لا بيهدف لترويج منتج ولا بيزنس ولا نضحك بيه على الناس. لان انا احترم عقليه، لان انا لاحظت ان الاستاذ المشاهد الكريم واضح ان هو فرد مثقف. فينبغي ان انا احترم عقليته ولازم اقول له الكلام المظبوط. صحيح. استاذ محمد، ويمكن نوجه لحضرتك برضه نفس السؤال، وقال لك ازيد على كلام الدكتور مجدي. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث، عشان يعني رجال الدين، انا مش رجل دين. الحديث فيما معناه بيقول: اذا اتى العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء. الحديث سواء الروايه صحيحه او مؤكده، لكن بتدل على حاجه. بتدل ان وقت العشاء هو ما بين المغرب والعشاء. بعد العشاء ما فيش اكل. يعني انا اكل لحد العشاء وبعد كده ما فيش مكرش. ما فيش اكل. وده يواكب اصح نظام عالمي. الشمس. From 6 to 6. من 6 ل 6، وده النظام العالمي. بالظبط. ست ولا في اعشاب اخدها، ولا يعني نباتات اخد يعني. بص، عشان انا نبقى صريح معاك، ما فيش اعشاب تخسس. بس في اعشاب تساعد على الهضم زي الجنزبيل. الهضم ما هو مشكله مرضى دكتور، معلش استاذ حضرتك. ممكن واحد ياكل وجبه صغيره بس مش مهضومه، فبعد ما ياكل يشرب جنزبيل. يعني حاجات بتهضم. تمام. تعمل على الهضم مش التخسيس. تمام. يعني في فرق ما بين حاجه تخسس وحاجه تساعد على. ما فيش حاجه تخسس، يعني حضراتكم انتوا الاثنين اتفقتوا على ان فيش حاجه تخسس، لكن انا اكل وجبات صحيه سليمه واخر اكل ليا الساعه 6. بصي برضه حضرتك كويس. عشان نبقى صريح، يمكن الدكتور مجدي اثار النقطه مع الاتصال اللي قبل كده. عمليه الاسترس او الضغط العصبي. ما هو ممكن يكون عنده ضغط عصبي يبقى متخزن، فانا بدور بيروح للطبيب معالج فبيديه حاجات تخفف الضغط العصبي، او يلجا لاعشاب تخفف الضغط العصبي. تمام. بس برضه من مصادر صحيحه مش اعلانات اللي هي بقى ربنا يعيننا وان شاء الله نلاقي المصادر الصحيحه. بالظبط. اما الاعشاب اللي موجوده في بعض محلات العطار، اقول لك دي للتخسيس. شوف لو تلاحظي الاستاذ محمد ما جابش سيرتها خالص، لانه يحترم معلومته. دي عباره عن حاجات تعمل اسهال دايريه. مش يبقى يعني اللي انا بلمه بالشمال بضيعه باليمين. طب انا ما اكلش واوفر الاكل واشتري دماغي. ولا السلامكة ولا بتاع. ما هو السلامكة تعمل اسهال. ما انا بعمل اسهال ليه؟ عشان ما تمتصيش الاكل. انا بلجا للاعشاب المسهله دي لما بتكون عندي مشكله في 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 امساك في او, في, أمساك أو في المعده او في القولون او بتاع. لكن ما اخدش. لكن انا انسان صحيح، اقدر امشي، اقدر اعمل نظام افطار الصبح، غدايا الظهر، عشاء ما بين المغرب والعشاء. يبقى انا ليه الجا للعشب؟ او في ناس تقول معلش تقولوا ايه، بذور القطونه. بذور القطونه
تشبع زي يعني تخلي البني ادم ياكل قليل. طب معلش انا لما اكل قليل راح اعمل التمثيل الغذائي الصحيح بتاعي فين؟ في حضور الدكتور مجدي انا بتكلم على وجبه غذائيه متكامله. يعني بس انا ممكن عاوز ممكن حد يكون بياكل كتير ياخدها. بذور القطنونه هي من الحاجات اللي المفروض يعني كل الابحاث العالميه بتتكلم عنها ان هي حاجه بتعمل على اخراج الصديد داخل من خارج الجسم، هي بتمص وبتطلع. فانا ليه بحورها واخليها في التخسيس؟ ما اخليها في شغلها. لو انا عندي لا قدر الله دم على الكلى، دم على لكن هي امال ليه هياخدوا لي التخسيس؟ طيب لما هي ما هي عشان بتنتفخ حضرتك، هي بتشرب ميه كتير فبتروح المعده بتحسسها بالشبع. طب امال هي بتخرج الصديد باقي بتتحط على الجروح نفسها؟ على الجروح نفسها داخلية أو خارجية. تمام. لكن ما حورهاش للتخسيس. تمام. لأن أنا قادر أخس. وبعدين حضرتك كل ما تخسي سريع كل ما رح ترجعي تزيدي تاني. صحيح. أو رح يحصل مضاعفات. عضلاتي رح تنتهي، عظمي رح ينتهي. شعر الستات بيقع. صحيح، يبقى لازم في تغذية صحيحة أنا أقدر أكل عليها. طيب.